فبمكان وجود كل الارتكلز هنا يجب أن نجلب باقي السيرتش برامز من هنا. فإذا سأكتب get أو هنا get search param. لاحظوا search param موجودة في الأعلى، ها هي. فبنفس الطريقة يمكن أن أحصل عليها، نفس طريقة حصولي على الـ ID يمكن أن أحصل عليها. فإذا هنا بداية أنا سأحصل على البيج الحالية، جيد. أيضا سأحصل على الـ bare page، وطبعا البيج الحالية إذا لم يحددها ستكون 1، و bare page سيكون إذا لم يحددها ستكون 5. وأيضا سنضيف الأوردر، هل يريد ascending descending؟ فهنا سنكتب order. فإذا تم تحديد الأوردر ففعليا إذا لم يتم تحديده سنجعله descending. وأيضا نحتاج search term، فإذا تم تحديد search term فسنأخذه، غير ذلك سنجعله empty string، جيد. فبالتالي هنا لاحظوا يمكن أن أقوم أريد إضافة هذه الأشياء إلى هنا، فيمكن أن أستخدم هذه الطريقة، وسأستخدم طريقة أخرى بعد قليل حتى يكون لدينا طريقتين للموضوع. سأستخدم طريقة عادية يعني الآن، فإذا create search param string، وكل بساطة سأكتب هنا const search param string، وبكل بساطة سأكتب التالي أن سنضيف بداية البيج التي ستكون هي البيج، أيضا سنضيف bare page التي ستكون هي bare page، أيضا سنضيف الorder التي ستكون هي الorder، وأيضا سنضيف search، ليس search term لأن هنا نأخذ search، لاحظوا هنا نأخذ search ولا نأخذ search term، فسأكتب تساوي search term. إذا هذا هو. فإذا هنا بكل بساطة سأقوم بطلب الارتكل بهذا الشكل، وسأضيف هنا بلس السيرش، سأصغر الشاشة حتى تروا، سأضيف السيرش برامز سترينج، واضح؟ فإذا هكذا ستكون. فأنا قمت بأخذ السيرش برام بهذا الشكل من الجيت URL، وقمت بإنشاء سترينج هكذا بشكل يدوي، وقمت بتمرير هذا السترينج للارتكلز .php. سهل جدا. الآن الملف التالي الذي يجب أن أغيره هو مكان فعليا طلبي لهذه الارتيكلز، هو مكان طلبي لهذه الارتيكلز هو البيج. فإذا article app article page. فإذا هنا أنا قمت بطلب الارتيكل، لاحظوا طلبتها من خلال function هنا اسمه fetch data. هنا جلبت search params من هنا، ولكن لم أمررها لهذا الفانكشن. بكل بساطة سأمرر هذا لهذا الفانكشن نفسها، سأمررها للفانكشن، وبالتالي هنا في الأعلى هذا الفانكشن سيحصل على السيرش برامز. فإذن الآن أريد مرة أخرى يمكن أن أكرر ما قمت به هنا، هذا كله أكرره وأضع هنا، لكن هنالك طريقة أسهل. الطريقة الأسهل أنا يمكن أن أستخدم هنا مثلا، قم بإنشاء شيء اسمه query string، نفس الشيء يعني search param string، ويوجد شيء موجود بجافا سكريبت نفسها اسمه URL search params، وأقوم بتمرير search params بهذا الشكل. فهذا search param هي عبارة عن object، فأنا أمررها لهذا الذي اسمه URL search param، وثم أقوم بتحويلها لstring. فإذا أصبحت لدي string بدون أن أكتب بالشكل اليدوي الذي كتبته قبل قليل، لكن نحن استخدمنا الطريقتين للسهولة، واضح؟ فإذا الآن بكل بساطة هنا سأكتب التالي، سأكتب API هنا، وسأمرر هذا لكويري string أو كويري str. يفترض الآن كل شيء تمام. الآن لنختبر ولنرى الأخطاء، لنرى الأخطاء أو لا يوجد أخطاء، لا أعرف. فإذا لنرى، فإذا بداية تحديث، لاحظوا لدينا هنا خمسة وهنا تظهر لي، لاحظوا، ولاحظوا أنها بشكل أوتوماتيكي تأتي descending ولا تأتي ascending. طبعا أنا يوجد هنا كلام كتبته هنا، لكن ربما مثلا أن أضع أن البير بيج مثلا دعونا نقول 10، فإذا لاحظوا سيظهر لي 10 وهنا ثم 2،
وتظهر الباقي، لأنني أضفت كان لدينا 11 مقالة لكن أضفت 2 أصبح 13، ولنتأكد من هنا لاحظوا لدي 13 مقالة. فالآن إذا بحثت مثلا عن مقالة علي سأكتب علي، إذن ها هي، ممتاز. أيضا إذا قمت بكتابة أنني أريد البحث هنا order، عفوا كتبت هنا order descending، فإذن يفترض أن يأتيني من 1، مجرد أن أغيرها ل descending سيأتيني من العكس. لاحظوا الـ ID واضح، فأنا فعليا نجحت بموضوع تمرير هذه الأشياء، وإذن ممتاز نجحت بتمرير هذه الأمور إلى هنا. إذا قمت بمسح هذا كله، لكن لاحظوا أنا ما زلت أكتب هنا number of pages، هذا أعتقد يجب أن نغير هذه number of pages، كتبنا 5 هنا، ولماذا كتبنا بهذا الشكل؟ فذا number of pages الآن تعتبر هي نفسها. لاحظوا أن يمكن أن أسترد الكاونت من الريزلت، لماذا؟ لأن لدينا هنا متى وفيها كاونت، فأنا يمكن أن أسترد الكاونت من الريزلت. فبكل بساطة يمكن أن أغير مثلا هنا، عفوا أين نحن الآن، فذا number of pages يعني عدد الصفحات، عدد الصفحات يعني total pages، فيمكن أن أحصل عليها من الريزلت متى total pages. وهنا قمنا بتمرين old query search term، يمكن أيضا أن نمرر query per page حتى يبقى ثابت. والcurrent page هي البيج نفسها، طبعا bare page هي لم أجلبها، يمكن أن أجلبها من هنا، أن أكتب bare page مثلا 5 بشكل أوتوماتيك. إذن الآن تحديث، لاحظوا أنا أريد تغيير مثلا bare page، مثلا نغيرها من هنا من الرابط، مثلا نكتب bare page يساوي 2. لاحظوا لدي 13 مقالة تقسيم 2 كم الناتج؟ فإذن صحيح، وهذه الصفحة السابعة، هذه الصفحة الأولى وديسندينج، فإذن ممتاز. فنحن استطعنا، طبعا مرة أخرى سأكتب هنا نورس حتى أؤكد أن البحث يعمل، نورس، فإذن ها هو، فإذن انتهينا.